سيتطرق للمجال الزراعي، المجال الزراعي فيما يتعلق بتربية المائيات، الزراعي بصفة عامة وبتكويناته خاصة في قطاع الصيد البحري عن طريق مشروع مزرعة نموذجية في منطقة بشار بين الخبراء مصر وخبراء الجزائر وبين المهنيين، لسوف تكون يعني فرصة لتفعيل التعاون. وتفعيل الروابط، وإن شاء الله سوف تكون يعني فرصة لمستقبل ظاهر ما بين التعاون البلدين. هو أحد نتاج برنامج وطني للمزارع الأفريقية المشتركة ما بين مصر وأشقائها في الدول الأفريقية، وهذا النموذج يعتبر أول مزرعة نموذجية في مجال الاستزراع السمكي بالنسبة لجمهورية مصر العربية لتربية الأحياء المائية. الهدف هو نقل الخبرات المصرية في هذا المجال وتبادلها أيضا مع أشقائنا في الجزائر الشقيقة.